في مدينة أكتوبر بنفتتح مشروع سكن مصر جنوب طريق الواحات، زائد مجمعات الخدمات، مدارس، تعليم أساسي، سوق تجاري، حضانة، وحدة صحية، مسجد، 3 وحدات تجارية، وحدة إدارية. والمشروع الثاني مشروع الإسكان الاجتماعي جنوب طريق الواحات مع مجمع الخدمات الخاص به. 177 عمارة المشروع الأولاني، 4248 وحدة بتكلفة 1.7 مليار جنيه. الوحدات من بمسطح من 115 ل 120، 3 غرف زائد معيشة وخدمات. دي منطقة الخدمات، المجمعات الخدمية الخاصة بالمشروع الأول. المشروع الثاني 781 عمارة، 18744 وحدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه، إسكان وسكن كل المصريين الاجتماعي. وحدة بمسطح 90 متر، 3 غرف زائد معيشة وخدمات. ودي مجمع الخدمات الخاصة بالمشروع. مدينة حدائق أكتوبر فيها مشروعين، مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع سكن مصر بخدماتهم. عاصم فندم، احنا قلنا مش هنعمل مكان نحط فيه جامع الا لما يكون في كنيسه. في كنيسه احنا عاملين كده، ولو مش عاملين نعمل. حاضر. احنا في 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 المجمعات الكبيره في الاسكان الاجتماعي في، انما المشروعات الصغيره بيبقى فيها مسجد او يعني مصلى بس ما فيهاش مسجد، لان الحجم السكاني ما بيوصلش للمعدل. كل حال ده يعني حاضر حتى لو احنا عملنا حاجه فوق المعدل، لا حتى لو عملنا حاجه صغيره. حاضر فندم. يعني ما هما النتيجه بتعمل ايه؟ يقول لك خلي اعمل الشقه دي كنيسه. طب حاضر. ليه؟ حاضر. لا احنا المخططين حتى لو كانت حاجه يا دكتور مصطفى ل 150 واحد، ل 100 واحد، ل 100 مواطن يعني. تمام فندم. كده يعني. حاضر. مشروع الاسكان في حدائق الاجتماعي في حدائق اكتوبر 9984 وحده سكنيه بتكلفه 3.6 مليار جنيه، مسطح الوحدات 90 متر، 3 غرف زائد معيشه زائد خدمات. دي الخدمات الموجوده في المجمع. مشروع سكن مصر 10440 وحده سكنيه بتكلفه 4.2 مليار جنيه، 435 عماره، وحدات بمسطح 115 ل 120، 3 غرف زائد معيشه زائد خدمات. ودي مجمع الخدمات الخاص بالمشروع.